اهلا بيكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النهارده بنقدم لكم حلقه مش عاديه، حلقه من الحلقات الحرشه اللي بتحتاج المعلمين بتوع زمان. النهارده هنوريكم ازاي تعملوا رقبه خروف ضاني. المقادير اللي بحتاجها للرقبه الضاني، بجيب قطعه من رقبه ضاني زي ما احنا شايفين كده مدوره بالعظمه بتاعتها، طماطم مبشوره، ثوم مبشور، دبس رمان، عسل، بصل مبشور، بهارات، فلفل اسود، ثوم، كمون، قرفه، زنجبيل، ثوم بودر، بصل بودر، وملح. ببدا ان انا احط المكونات كلها على بعض، طماطم، الثوم، دبس الرمان، العسل، فلفل اسود، كمون، بهارات، بصل مبشور، ثوم بودر، بصل بودر، زنجبيل، وقرفه. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. بعد ما الخلطه بتاعتي بقت جاهزه هجيب الرقبه واجيب فصوص ثوم وابدا ان انا اعمل فتحات جوه الرقبه واحط فيها فصوص الثوم. وبعد كده هنزل عليها بالخلطة بتاعتي. واسيبها في التلاجة لمدة ساعتين لحد ما تتشرب من الخلطة. وبعد ما الرقبة بتاعتي الضاني اخدت وقتها مع الخلطة، هجيب الجريل واحط حتة دهن ضاني عليه، لان الدهن الضاني بيدي نكهة حلوة قوي مع المكرونة يا جماعة. هنمشيها بالشكل ده كده. وهنزل بالرقبة بتاعتي. هقلبها على الجنب الثاني. هوقفها على جنبها شوية. بعدين اجيبها على اكتر من جنب. وبعد ما نقلب الرقبه كم مره بحيث ان هي تاخد لون وشكلها يبقى كويس، هنجهز الصينيه مفروشة بطماطم وفلفل وبصل وبطاطس، وهنزل عليها بالرقبة بتاعتي بالشكل ده. هجيب الخلطة دي وهقفل عليها بالفويل. بالشكل ده زي ما احنا شايفين.
وهدخلها الفرن لحد ما تستوي، وبعد كده هنشوف النتيجة. الرقبة الضاني بتاعتنا استوت طبعا، شايفين الشكل والريحة. ندوب بقى ونشوف الطعم عامل ايه. اتفضلوا معانا. متها مش عايز اقول لكم طريه بشكل فظيع. بجد احسن قطعه ممكن تتاكل في الخروف. يا جماعة حاجة فوق الوصف فعلا. أنا مش قادر أوطي الأكل بصراحة. مع السلامة وأشوفكم الحلقة اللي جاية.